هو انت شو انت توجه للكاميرا مو لإلي يعني لا مو مو هيك بتحكي اعتقاد خاطئ عن الطب قبل ما تفوته عند عن الطب نفسه او عن دراسته يعني اكتشفت بعدين انه خطا بجيب مصاري هاي النقطه تكررت اعتقاد خاطئ او اسطوره عن الطب اكتشفته بعد ما فتت وكانت غلط سؤال صعب سكيب انه الطب سهل وحلو كثير وانه انت بتستمتع وانت بتدرسه يعني يا الله قديش استمتعت وانا بدرسه ممكن انه حياه الطبيب انها حلوه كثير ومصاري والقصص هاي طلعت لا يعني العكس تماما حياته معاناه وصعوبه ومن اصعب الاصعب يعني في شغله ثانيه يعني كنت بتوقع الحياه اصعب من هيك انه اصعب تخصص هيك ما لقيت انه اصعب تخصص كنت متوقع انه لازم اترك كل مواهبي وحياتي وشخصيتي وكل شيء عشان اكون ديديكيتد بس لقيت بالاخر انه لا بتقدر تكون عندك بالانس في حياتك ويا جماعه ادرس طب الطب حلو وكل شيء تمام سالك قريب او صديق عن دراسه الطب شو بتنصحه والله حسب القريب يعني اذا انه هو حاب الاشي يكمل اذا مش حاب يعني ما تغلب لا حرام كله كاتشك للناس بصير اشوف الاسئله لا طيب نصيحتك للطلاب الطب اللي اصغر منك هذول يعني اوريدي تورطوا وفاتوا الطب شو بتنصحهم لا قدام اذا كان سنه اولى يترك ويهرب بعد هيك ما عندي اي نصيحه لقد وقع الفأس بالراس وقع الفأس بالراس تعال نسالك لا على فكره ما بيصير هيك طب سالنا ايش بتحب توجه رساله لاصدقائك في هذا اليوم اني اشعر بالسعاده العامره في قلبي واتمنى لهم يوما سعيدا ان شاء الله وحياه مديده في طاعه الرحمن بتسلم على حدا ابو دعيس يا الله قدي على الماما والبابا كمان وعلى اخواني على الكليه تبعتنا يا الله قديش كنت مبسوط فيها يعني مش عارف بعيط ما بعرفوش ايجابيتين وسلبيتين لدراسه الطب او الشغل كطبيب كدراسه الطب من الايجابيات انه الدفعه كبيره بتتعرف على ناس كثير مختلفين تماما وهالشيء بكون يعني بيغير بالشخصية كثير ومن المكاسب جدا 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 كبيرة في اللايف في ضغط يعني في ضغط وبدها جهد كبير يعني يمكن مقارنة بالتخصصات الثانية الإشي أعلى بمراحل حدا من قرايبك ومن أصدقائك سألك أنه بده يدرس طب نصيحتك أنت كخريج هلأ صراحة إذا كانت رغبته التامة وهو حابب يفوت الطب عشان هو بده الطب فبشجعه بقوة ولكن إذا بده يفوت الطب عشان الأهل أو عشان المستوى الاجتماعي او علشان معدله الجامعي سمح له يفوته فلا ما بنصح يفوته لانه طب مشوار كثير طويل وكثير صعب اهم شغله هي نقطه شو اسمه المعدل انه معدل يسمح له مشان هيك والله صح لا ضد 100% اذا واحد عشان معدله يفوت طب اذا انت عن جد بتحبه ادخل اذا ما بتحبه راح يعني بتكون قضيت على حياتك يعني خلص ما في رجعه ما بتقدر تحول بعد ما تمشي فتره فيه اذا بحبه يدرس اذا ما بحبه لا نصيحتي كخريج واحد يدرس طب والله يا هواء يعني إذا هو حاب يتمرمط ويعيش الحياة السعيدة جرب عادي يعني كل واحد بيتعلم من كيسه بالآخر وما أخص يعني يعني هو بيقول لك بتحفزني ما بتحفزني أو نصيحتك لإلي أنا نيوترال موضوع الطب نيوترال ماليش علاقة محال بساعدش حدا عمر والله أنا بسأله يعني على حسب هو يعني بشرح له شو بصير لبعدين إنه شو المشوار تبع الطب شو الاختصاص شو هالأمور كم سنة راح يقعد شو عليه ضغط دراسة وهو عاد حر يقرر ولا لا بس طبعا كلهم بيفكرون إيش إنه بدناش يوم يفوتوا طب مع الأسف يعني بس إنه يفهم أول شيء بس شو العواقب يعني للتخصص هذا بالضبط هاي هي يفهم كل شيء جاي إيجابيتين وسلبيتين لدراسة الطب أو كشغل كطبيب أول سؤال أسكر هذا عشان نسمعه أيوة هذا كله الحين حط وراء الكواليس بس يلا كدراسة الطب صبر صبر الصبر السعادة المفرطة بضلك مبسوط بالدار مش عارف ليش يعني الشغلات الحلوة هاي إيجابية هاي إيجابية بضلك مبسوط بالدار فكرة عم يجاوب السلبية لا 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 هاي الإيجابية بس أنا بعطيك الشكل السلبية سلبيات دراسة الطب فيش سلبيات ما في على الإطلاق سلبيات يا الله قديش يعني إشي جميل ولا شغل كطبيب ولا تخصص ولا لا إذا المناوبات أحلى إشي يعني بدل ما تسهر أنت على التلفزيون اسهر مع المريض يا زلمة هيك عمل إنساني إذا ما كان عندك سبب حقيقي وعندك الرغبة لدخول الطب فأنت بالغالب مش راح تكمل أو راح تكمل حياة بائسة فلازم من أول يكون عندك دافع قوي اللي يخليك تصمد أمام الصعوبات الكثيرة والعوائق اللي راح يواجهها طالب الطب الطريق مش سهل وصعب وطويل يعني هو مش بس إنه صعب هو طويل وقد يستمر إلى يعني حتى الله يأخذ منك شو رأيك عمار؟ تضيف أي شيء؟ طيب هسا من ناحية السلبيات معروف يعني بلش بالإيجابيات لا نبلش بالسلبيات عشان ختامها مسك زي ما بيحكوا السلبيات يعني موضوع الاسترس الموجود في الدراسة موضوع الاسترس بالشغل موضوع انك مرات ممكن يعني
في طلاب بحسوا حالهم اختاروا الطب غلط انه لازم ما فتناش طب، عرفت؟ اسال هلا نص الموجودين بحكي لك لازم فوت هندسه وكذا وشيء ثاني، هالشيء عادي بس مع الوقت واحد بتعود. طيب شغله ثانيه حابب ضيفها عندك، في ناس بيقولوا ما بدي ادرس طب لانه 6 سنين كثير، شو رايك بالموضوع انت؟ والله يعني هي كثير بس يعني هل هي اصلا 6 سنين؟ يعني هي سؤال منيح. هلا لا هي مش 6 سنين اكيد، بس يعني ات بيز اوف بالاخير حسب انت كيف تمشي فيها. بس على موضوع الايجابيات، موضوع الايجابيات الحلو اللي كثير عجبني بالموضوع انه في تنوع كبير بتخصصات. يعني انت لو دخلت طب مش شرط كلكم تمشوا نفس الممشى، كل واحد له ممشى شكل على حسب انت شو بتختار لبعدين وكذا، وكل تخصص بيختلف باللايف ستايل بالامور، فالامور بتفرق يعني. وبصراحه الطب لا شيء حلو، انا مبسوط اني دخلت صراحه. ريواردينج ونخرب المقابله عليه. سؤال سريع، ايجابيتين وسلبيتين عن دراسه الطب؟ بالله عليك والله انه هو طويل تمام ومتعب للاعصاب، والاخر شيء مفيد، هذا هو اللي يعني بتحس انه ساتسفاي، يعني انه انجزت شيء. سلبيتين المهنه او اهم السلبيات هي انه بوقتك اللي بتخصصه لنفسك لعائلتك راح يكون اقل. نصيحتك لطلاب الطب اللي اصغر منك؟ ادرس اول باول، اهم شيء ادرس اول باول، لانه اذا بتفكر حالك بطل راح تلاحقهم زي ايام الصف 10 والرابع وهذولا، انه قبل الامتحان لا 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 على الاطلاق، لا لا ملخصات لا اسئله سنه ولا شيء، هتلحق هتيجي الامتحان تعيط تطبل وتطلع ومبسوط تاكل شاورما، تروح على الدار مبسوط تقول بزبط على السكند، نفس السايكل بتعيد معك، بالسكند بتعيد على الفاينل بتعيد. هذول البيسك. جماعه المستشفى محاضرات الباطنه بلشوا قبل يعني، وانت بثالثه وانت بثانيه اذا او انت توجيهي، يعني ترك مال التوجيهي وبلش تطلعي انت بويضه مخصص بلش. شو رايك عمار؟ نصيحتك للي اصغر منك؟ نصيحتي للاصغر مني انه اللي بيحكي لك بس سنوات او بيحكي لك طنش هاي المحاضرات تسمعش كلامه، ادرس اول باول زي ما حكى القيس، ادرس اول باول تمام، خلصوا كل شيء عليكم، خليكم واعيين بالمواد ولا تسمع كلام الاكبر منك اللي بيحكي لك بس سنوات او كذا. ادرس وادرس السنوات كمان اذا اجوا في الامتحان، بس ادرس عشانك انت كمان، عشان تصير طبيب بتفهم، مش ضروري اذا خلصت ممكن تخلص 6 سنين وانت ما بتفهم شيء عادي، فلا ادرس، مش الفكره مش انك تعدي، الفكره انك تعدي وانت فاهم. هاي اسطوره كنت يعني تعتقد قبل ما تفوت وبعدين اكتشفت انه غلط لما بلشت الدراسه؟ كنت بعتقد صراحه انه الطب مهنه انسانيه. اوكي. حكون بعد التوجيه راح ترتاح. احسنت. بعد فيش راحه. طب بعد الحياه معه. طب بعد الطب نفسه ما حترتاح يعني؟ لا. لا بس بعدنا بدايه النهايه. بدايه النهايه بعد الستيب 1 ستيب 2 سي اس والكتف وريزيدنسي. طيب مش صعب، كانوا يحكوا صعب كثير هو مش صعب يعني، مع السنوات بصير مزعج نظامه مزعج، بس مش صعب كثير يعني. طيب عادي اسهل مما كنت اتوقع. يا ليش طلع علي؟ طيب سالك يعني صديق او قريب عن دراسه الطب بده يستشيرك بده يفوت طب، انت شو رايك؟ صراحه حاليا لا. انت اخوك فات طب صح؟ لا لا ما خليته والله. طيب يعني ما بتنصحه ابدا ولا بتعطيه معلومات معينه؟ صراحه اللي بده يدخل طب حاليا مفروض يفكر انه يكمل اختصاص خارج البلاد، غير هيك ما يدخلش طب خارج البلاد. جميل جدا. عمر شو رايك؟ لا 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 ابدا، لانه مقتل المواهب. طيب حسام مش عارف الصراحه، بس انا بقول عادي يعني ما حيفوت. طيب ما بتعطي تفاصيل تحذيرات انذارات يعني؟ ليش انه سيء راح تضايق بالدوام كثير وهذا. طب ليش يفوت يعني؟ مش عارف صراحه، فيش انا شايفه انسب شيء يعني حاليا. الاعتقاد خاطئ عن الطب يعني كان عندك مثلا بالمدرسه لما اتخذت القرار دراسه الطب واكتشفت بعدين انه غلط؟ اول شيء انه ما بنجحش فيه الواحد، انه صعب جدا يعني، صعب جدا الواحد ينجح فيه. هذا كان يعني زي التخوف كان عندي انه لا اكيد مستحيل، وانا صغير يعني مستحيل افوت مستحيل. هاي الواحد مع جهد يعني الكل بنجح يعني. لكن حلم الله عن يعني دراسه الطب بده يدرس طب، شو بتنصحه بما انك انت خريج يعني؟ هلا في مقوله بيحكوا انه studying medicine is like drinking from a water hose، انه هو مو الصعوبه نفسها بس هي الكميه الضخمه، كانك عم تشرب من بربيش المي. فشو رايك بالمقوله هي؟ يعني هي الماده نفسها مو صعبه بس كمحتوى وككميه هي طبعا كميتها كبيره، ليك يعني هاي الصعوبه فيها يعني. ممكن يكون فيها صعوبه بس طبعا هي الخيار، هذا يعني بيجبرنا نحن ندرس يعني لطول حياتنا المسيريه يعني. ابوي برضه دكتور. أيوة. ولهسن والله هي بدرس. شغلتين سلبيتين للدراسه نفسها او للمهنه؟ في بعض يعني رميتها علي. اهم شيء ما يردش غيره، يرد بس حاله يعني.
أهم شيء هو حاله، هو اللي بيقرر شو مسيرته، هو بيقرر شو يتخصص، هو بيقرر شو يتعلم، هو حاب الإشي ومقتنع بالإشي عن قناعة، يعني مش مثلا يدور على شغلة تانية كفيم ولا ماني ولا هيك شغلات، يجو فور إت يعني لازم يعمل. السلبيات هلا بحكي معك، السلبيات بياخذ من وقتك كتير، ممكن في وقت ممكن تقضيه مع عائلتك أكتر أو مع أصحابك أكتر، هذا للأسف شوي بيروح عليك، بيروح من أيامك. شغلة سلبية تانية للطب ممكن probably إنه مش زي ما الناس تتوقع، الناس تحط expectancy عالية للطب، في النهاية بس تدخل فيه بتلاقي إنه مش كل الدكاترة أذكياء، مش كل مش طب سهل، مش ممتع قد ما كنت متصوره. مثلا الفلوس مثلا شو رأيك فيها؟ والله اكذب يعني ليش لا. وراي المجتمع في دخل الطبيب ودراسه الطب كمهنه؟ طبعا يعني كدخل يعني طبعا الكل بيطلع لك انه شيء يعني مستوى يعني مستوى كويس، بس طبعا مش لازم يكون هذا الشيء يكون القرار يعني الوحيد، يعني فاهم الواحد يفوت يدخل طب يعني بس عشان لاجل المصاري، لانه في كتير شغلات يمكن بيجيب نفس الدخل بس مجهود اقل يعني، فاذا انت همك المصاري ما صحيح. هو كمان بده يعني كم عدد السنين اللي بده يدرسها لحتى يبلش بالضبط يعني في شغلات يعني اكيد ريوردنج اللي بعيش يعني الدكتور مفروض يكون يعني حياته كويس يعني اقل ما فيها يامن مستقبل اولاده يعني، بس يعني اذا عشان يخليهم يدرسوا طب كمان عشان يخليهم يدرسوا طب كمان او على الاقل يدرسوا اللي بهن بدهن اياه يعني بالمحل اللي بدهن اياه يعني. نصيحتك لطلاب الطب اللي اصغر منك، يعني شغله تعلمتها خلال 6 سنين اكيد في شغله توفر على اللي اصغر منك، نصيحه؟ شوف بصراحه خلال 6 سنين افضل شيء يدرسوا لشيء يعني مشان يساعدهم بعد التخرج، من لغه المانيه يدرسوا للستبس، يقوي الانجليزي تاعهم يعني ممكن يستسخفوا الشيء هذا. انا تعلمت الماني في الدراسه، انه يدرس اول باول، الطب دراسه تراكميه وبيحتاج انه يضل متابع. حسام اي بالضبط نفس الشيء، اللي تابع يضل متابع ما يترك، اول 3 سنين مهمه تعتمد اللي حكوا زملائك يعني. ايجابيتين وسلبيتين للطب؟ يعني ايجابيتين صراحه يعني كسوشال بالمجتمع انت بتكون كثير في مرتبه مرموقه، البرستيج يعني از برستيج وماني صراحه يعني والله الفلوس صراحة. اول مره بعرف يعني. يعني السلبيات صراحه يعني نت ورثي، صح انه في جود ماني، بس انه انت بدك تحسب الإشي اللي بذلته اكثر من الإشي اللي عم تاخذه. الجود ماني يعني هي امتى بتاخذها؟ بتاخذها بعد ال40. بالضبط، هي معلومه مهمه صراحه يعني. الناس ما بتعرفها هاي. طيب السلبيه الثانيه بالنسبه لي بقتل الطموح اللي عند الانسان، يعني الانسان لما يدخل طب مع يعني صعب جدا انه يقدر يوازن بين طموحه وبين او مواهبه مثلا وبين دراسه الطب، يعني بعرف كثير ناس جد موهوبين اضطروا يوقفوا مواهبهم مشان يتفرغوا للطب. طيب عمر، ايجابيتين وسلبيتين؟ ايجابيتين، اول ايجابيه ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا، فبعطيك فرصه انه تنقذ حياه ناس وجد تاثر فيهم وبحياتهم مدى الحياه. سلبيتين للمهنه او للدراسه؟ يعني حكيت لك في البدايه انه بقتل الطموح وبقتل المواهب. حسام اختفى، هرب. طيب سنسة شو رأيك؟ اعتقاد خاطئ عن الطب أو أسطورة فتت على الطب واكتشفت أنه غلط، لازم يكون في شيء. مش عارف والله. ما كان عندك أي اعتقادات خاطئة اكتشفت أنه طلع كله كذب لما فتت على الكلية؟ بدي مساعدة صديق. يعني شو البريدكترز بتتوقع أي شيء له علاقة أنه حيحب الطب؟ يعني لازم يكون في شيء أنه يكون يقدر يدرس كتير. طيب. عنده willingness انه يدرس كتير. بتنصحني شو عم يستشيرك هلا؟ المفروض انه كونه بيستشيرني انا بعرفه هلا، اذا هو من الناس اللي willing انه to put the time and effort بحكي له بس راح احكي له راح يضيع عليك وقت كتير، اذا انت بدك هاد الوقت عشان مثلا تعيش حياتك، تقعد مع اولادك، تتزوج، تبني بيت، اذا حاب تسافر، مش عارف ايش، هاد الاشياء راح يروح عليك جزء كبير منها.
اعطي الانفورميشن اللي يقدر من خلالها يحط الانفورمد كونسنت. حدا من قرايبك او من الاصغر منك او اخواتك سالك بده يدرس طب، شو نصيحتك؟ نصيحتي له حسب هو شو ميوله بالاخر، يعني حسب اذا هو بحب الطب فانا ام سبورتيف، بينما اذا كان هو بس عشان مثلا والله نظره المجتمع او شيء من هذا القبيل، يعني اكيد يعني احنا مش في عالم خلينا نحكي وردي انه تصير تحكي لي لما فيش شيء اسمه نظره مجتمع، لا عادي ممكن الواحد والله يحب انه يكون مثلا كنظره اجتماعيه زياده له، ولكن بس الاساس انه يكون في عنده حب لهذا الشيء. نصيحتك لطلاب الطب اللي اصغر منك اعتقد هي حتبدع فيها، واذا في اكثر من نصيحه هات. اول شيء هلا اي نو اتس ديفيكلت، خلي في عندك بلان. اول شيء خلي في عندك بلان تمشي عليها. اتس فيري ديفيكلت على طالب سنه اولى يعرف ايش راح يجي لقدام، بس حاول تعرف شو راح يجيك لقدام. اعرف السنه الجاي شو راح يصير، السنه اللي بعدها شو راح يصير. افهم اساسيات نظام المستشفى، انه والله في اطباء مقيمين، في اطباء امتياز، افهم النظام. طيب وبالنسبه ل بس تفهم النظام، حاول شوف وين بدك تكمل، وين تطلعاتك وامشي عليها.